أما هلأ سالي رح نترافق بمحطة من العمل التطوعي والإنساني مع جمعية الشباب الخيرية وآخر مشاريع أنتم في أعيننا مع مجموعة من نجوم الدراما السورية. أكيد نور، ورح نتعرف على هيدي الأنشطة وغيرها من الأنشطة. بصرنا نرحب مع بالأستاذ المحامي محمد قيس رمضان اللي هو معنا اليوم، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخيرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الأخبارية. خلينا بالبداية نبدأ بآخر مشاريعكم أنتم في أعيننا مع مجموعة من الدراما، مع مجموعة من نجوم الدراما السورية. هلا بصراحة مشروع أنتم في أعيننا هو مشروع إنساني بامتياز، مثل ما بتعرفوا الهدف منه هو إيجاد مكان إقامة لائق لذوي الأطفال قيدي العلاج الذين يتعالجون في مشفى الأطفال، وخصوصا من الأمهات والأهالي الذين يأتون من محافظات أخرى وليس لديهم إقامة في مدينة دمشق. جمعية الشباب حبت بهذا المشروع أن تشارك نجوم الدراما السورية كرسالة لاستفادة من كل مكونات القوة في المجتمع السوري. مثل ما بتعرفوا الدراما السورية اليوم حققت نجومية على مستوى الوطن العربي، وعلى بعض النجوم أصبحوا على مستوى العالم، ونحن في ظروف البلد لازم نستفيد من كل مكون قوي ونتماسك مع بعض ونكون نوجه هي الرسالة الإنسانية في سوريا. حبت جمعية الشباب كإدارة، طبعا مشكورين، بدنا نشكرهم من خلال شاشتكم لأنه العمل كان مجاني بالمطلق من جميع النجوم. عم نشوف هلا خلال حديثك كمان على الشاشة بعض الأماكن اللي جهزتوها، أكيد بعض المراكز الطبية. وبصراحة يعني كانت الهدف منا مثل ما قلنا إطلاق الحملة وإشراك الدراما السورية ونجوم الدراما السورية كمكون أساسي في المجتمع السوري في العمل الأهلي. حلو كثير. يمكن دائما رسالة الفن هي رسالة كمان إنسانية. قمتوا بعملية دمج مشروعكم الإنساني مع مجموعة مميزة من نجوم الدراما السورية، يمكن أضفى على المشروع طابع خاص وهو محبب لدى الجميع. خلينا نحكي، ترافق المشروع مع إطلاق أغنية بمشاركة أيضا نجوم الدراما السورية. يمكن الأوبرا يمكن هلا صارت جاهزة، حنتابع شوية من الأغنية ونرجع معك. شو عم تعملوا هون بالبرد؟ والله ابن بنتي بمشفى الاطفال، عم نستنى هيك الله ليخفف عنا شوي. ومعكم مكان تناموا فيه؟ جايين من برات الشام. هلا في شباب حسوا بمعاناتكم، هن جمعيه الشباب الخيريه، رح يأمنوا لكم مكان تناموا فيه وترتاحوا لحتى تخلصوا علاج. انا رح اطلب منك هلا انك تقومي معي لحتى ادلك على هذا مقر الجمعيه. انتم بعيوننا. الله يكثر خيركم يا رب. تفضل. Yeah.
عم نطابع مع حضرتك الغنية، خلينا نحكي كمان عن هي الغنية وقديش فعلا مهم يمكن نجوم الدراما يشاركوا بالأعمال الإنسانية، لأنه دائما بتلاقي هن المثل أعلى لكثير من الناس، يعني تمام. الكبار والصغار بتلاقيهم فعلا بيقتدوا فيهم. أكيد، يعني أي اليوم سواء نجوم دراما أو أي فنان هو دائما في له جمهوره، في له متابعينه، في له أشخاص اللي هن محببين مثل ما تفضلتي لهم، وحتى بيكونوا هن بعضهم بشكل قدوات لبعض الأشخاص. فوقت بيكون هذا الفنان هو مثل ما حكينا له رسالة إنسانية ومشارك في مجتمعه ومشارك في الأعمال الأهلية والخيرية الموجودة في مجتمعه، أكيد هي رسالة بتوصل بشكل أسهل وأسلس لجميع المجتمع السوري. نعم، يعني نحن بفترة الكورونا، جائحة كورونا اللي مرينا فيها وهلأ حاليا عم نمر فيها مع تسجيل عدد كبير يعني من الحالات، المراكز الطبية يمكن خلينا نحكي عن خدماتها خلال فترة الكورونا أو هي الجائحة الكبيرة اللي عم نمر فيها. من مراكزنا الطبيه مثل جميع مراكز الاخرى بفتره كورونا هي بتكون على استنفار اكبر وبدها تكون فيها اجراءات احترازيه اكبر. نحن عملنا عده مبادرات بما يتعلق بكورونا، ومنها انه نحن عم نشتغل على موضوع الوقايه بالاضافه الى التعقيم، بالاضافه الى القيام بهذه المعاينات بالمجاني وكل مرافق لهذه المعاينات خلال فترة كورونا. طبعا هو مرض مثل ما كنا صرنا بنعرف وصار في عندنا ثقافة مجتمعية عامة عنه، هو مرض علاجه بالوقاية أكثر من أنه هو كعلاج حالي. ونحن بجمعية الشباب وكل مكون المجتمع الأهلي والعمل في القطاع الصحي طبعا نتمنى لجميع أطباء والكادر اللي بيشتغلوا بهذا المجال كونهم أكثر عرضة، نتمنى لهم السلامة دائما. جمعية الشباب بفضل توزع مراكزها الطبية فهي عم تقدر تكون عم تقدر تلامس شرائح مختلفة مجتمعية في هذا المجال، وبالتالي هي عم يكون عليها جزء، عم تحمل جزء من العبء اللي طبعا نحن العبء الأكبر مشكورة وزارة الصحة اللي عم تقوم فيه، ودائما بيكون في تنسيق بين الجمعيات الأهلية ووزارة الصحة في مجال الكورونا، وهو التنسيق الضروري في بما يتعلق ببروتوكولات العلاج من جهة وما يتعلق بالحالات والإحصائيات من جهة أخرى. يمكن خلال فترة الأزمة وخلال فترة يمكن انتشار فيروس كورونا عم نشوف كثير من الجمعيات الأهلية عم تشتغل على أرض الواقع لتكون شريكة بالعمل التطوعي وشريكة مع وزارة الصحة اللي عم تقوم ضمن يمكن ظروف استثنائية بجهود جبارة، فأكيد بنوجه تحية لكل الكوادر الطبية ولكل الجمعيات لوزارة الصحة كمان. خلينا نحكي عن هي التشاركية لما نشوف يعني حتى الجمعيات صاروا يشبكوا بين بعض، يعني ما بتشوف بقى جمعية تشتغل، لا عم نشوف مشاركة خصوصا بهذا الموضوع، يعني جمعية أحيانا تشترك مع جمعية من خلال كمان المواد الطبية، بيكملوا بعض في تشاركية، يمكن في شعور واحد صار. هلا هو التشاركية سواء كان بين الجمعية والجمعية أو الجمعية والحكومة هو دليل نضج ووعي وتطور للمجتمع الأهلي. عادة نحن بنتشارك مع بعض وقت بنكون نحن كثير صرنا بنعرف بعض ونحن كثير عنا معرفة بقدراتنا وبقدرات بعض. المجتمع الأهلي لا شك أنه خلال فترة الحرب وما بعد الحرب تطور بشكل كبير في سوريا. الجمعيات كانت في سوريا تعمل بحدود معينة، اليوم صارت أكثر انتشاراً، صارت أكثر نوعية، مثل ما قلنا انتقلت من العمل الفردي إلى العمل الجماعي إلى التوأمة إلى الشراكة. بالمحصلة والمجتمع الأهلي هو أساس وجوده في كل دول العالم، هو مجتمع رديف للعمل الحكومي، هو مجتمع يتمتع مثل ما كلنا بنعرف بمرونة عالية، يتمتع بقدرة على الوصول، يتمتع بأنه هو مشاركة جماهيرية كبيرة، وبالتالي أي نشاط بيقوم فيه هو بيلاقي صدى أكبر وأسرع، وبنفس الوقت هو بيقدر يوصل لأماكن قد تكون الدولة أو الحكومة أو المؤسسات الحكومية لا تستطيع الوصول بهذه السرعة. التعاون والتكامل بين العمل الأهلي والعمل الحكومي هو اللي بيعود بالمنفعة الكاملة لكل فرد وكل مواطن وكل مجتمع. النضج اللي بعده ممكن يكون المرحلة اللي بعدها هو وتصير ثقافة مجتمعية، وتصير ثقافة مجتمعية وفي سوريا وفي بشكل عام والدول العربية والإسلامية يوجد حاضنة في داخل كل شخص، سواء كانت الأديان التي تدعي إلى ذلك أو التربية أو أكيد. يعني يمكن ترسيخ العمل الإنساني أو التطوعي خلال فترة الحرب أثبت جدارته، هي للأسف من أحد فوائد الحرب هو أن التطوع، يعني التطوع العمل التطوعي والإنساني بنعرف لكل مرحلة احتياجاتها ومتطلباتها، مرحلة الحرب من إسعافات أولية، مرحلة الحرائق من تأمين أيضا ملابس ومكان إقامة، وأيضا كورونا مراكز طبية. هلأ مشاريعكم القادمة يمكن بتحطوا أجندة عمل إن شاء الله يا رب هيك تكون فرج قريب، في شو
مشاريعكم القادمة؟ هلا بصراحة بعد مشروع أنتم في أعيننا، واللي هو بصراحة كان مشروع مثل ما حكينا إنساني، وطبعا ضروري ننوه أنه كان برعاية واهتمام من السيدة الأولى التي أشرفت عليه وريد التفاصيل، بالإضافة أنه نحن عندنا عدة مشاريع إنسانية عم نروح على كل ما يتعلق بالجانب الطبي في الأماكن البعيدة. نحن اليوم بجمعية الشباب عم نحاول نركز بالعمل الطبي، كونه هو العمل اليوم كأولوية واحتياج، وهذا الاحتياج قد يكون في المدن أو داخل المدن موفر، ولكن في المناطق الريفية، المناطق التي عادت الناس إليها بحكم أنه لسه إعادة الأعمار لم يكتمل، فيجب أن يكون هناك نقاط ارتكاز طبية إسعافية لتخديم الأشخاص هناك. فأنشأت جمعية الشباب كرفانات طبية متواجدة داخل المناطق الريفية، موزعة في عدة محافظات، في دير الزور، في درعا، في مناطق ريف دمشق، في سأبة، في حمولية، في كفر بطنة، في دير علي، في دارية. هذول الكرفانات الطبية هي موجودة مع طبيب وتقوم بتقديم جميع الخدمات الإسعافية بالمجان. هاي المشاريع الطبية نحن هلا عندنا حننتقل لمدينة حمص إن شاء الله خلال الفترة القريبة. هذا بيسأل عنه قديش مهم يمكن التنقل بين المحافظات السورية، لأنه دائما بنشوف أغلب المشاريع يعني بيتم التركيز عليها ضمن العاصمة دمشق، فلما أنا أقول إنه رح انتقل وهو في جهد كبير، يعني رح يكون مسؤولية كبيرة عليكم، جهد مضاعف بين المحافظات السورية، فهي كمان نقطة كمان نوعا ما بدها شغل كثير، بس نقطة كثير مهمة يجب يعني التركيز عليها والاستمرار فيها. هلا أهم مكون من مكونات نجاح المشروع هو الاحتياج، وهو يعني عندما نضع أي مشروع نحن فأهم شيء هو الاحتياج. فنحن وقت بنقول احتياج في هذه المنطقة كذا، فنحن بناخذ بننفذ المشروع بناء على هذا الاحتياج. فنحن وقت نقول الأرياف أنه هناك احتياج طبي قولا واحدا. هلا مدينة حمص كمدينة يوجد فيها مراكز طبية ومرافق طبية، ولكن نحن سيكون مشروعنا القادم في ريف حمص، في المناطق التي مثل ما قلنا رجعت الناس عليها، المناطق اللي لم ما بلشت فيها إعادة الإعمار والبنية التحتية. هي المناطق حتى الوصول للخدمات الطبية هو صعب، وبالتالي نحن وقت بنجيب شيء طبي ثابت موجود هناك على الأقل يخدم لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة بين ما ترجع المرافق الأخرى. نعم، نحن مثل ما بنعرف أي مشروع أو أي عمل اللي بيقيمه هو العالم يلي برا أو المحيط اللي مستفيد منه، كيف لقيتوا يعني تفاعل أو الاستجابة للعالم بخاصة بمشاركة نجوم الدراما السورية؟ هلا طبعا كمان نتشكر كمان مواهب نادي المحافظة، إذا انتبهتوا كان في نحن أطفال فنانين عازفين. نحن كانت كمان هي أحد رسائل المشروع وجود الأطفال اللي هن بعد الحرب وبعد رغم الحصار اللي نحن عايشينه، ما زالت سوريا تنتج الأطفال وتدربها على مواهب فنية. هلا هدول هذا التفاعل والتشاركية، دائما التشاركية العادلة الصحيحة المرسومة بخطة صحيحة دائما تلقى النجاح بصراحة. وهو أول عمل درامي بصراحة يدخل فيه العمل الأهلي أو العمل التطوعي بهذا الشكل، وأنا برأيي كان يعني كان في نجاح بهذا المجال، ونحن يعني بدنا نبني عليه. طبعا نحن إذا بنشوف باقي المجتمعات الأهلية الأخرى كثير بيشتغلوا على هذا العمل، وخصوصا في بعض الدول العربية، وهذا الموضوع بصراحة يجب أن يكون ضمن خطة مدروسة لمشاركة كل مكون سوري بما يعود بالفائدة على كل مواطن سوري. أكيد نتمنى لكم التوفيق بالختام، ونشوف خطوات قادمة كمان مع مشاركة نجوم دراما السورية وممكن قلت جميع المكونات المجتمع السوري. يعطيك العافية، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، نتمنى لكم التوفيق بباقي مشاريعكم. شكرا.